بعض التفاصيل حول ما قبل الجولة الثانية للانتخابات الفرنسية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر. اسمح لنا برضو أستاذ خالد، احنا هننتقل إلى فرنسا مباشرة، والزميلة العزيزة معتزة مهابة موفد قناة دي أم سي إلى فرنسا اللي هتطلعنا على مزيد من التفاصيل حول مجريات الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية. إليك أستاذة معتزة، وبعد صباح الخير، صفي لنا الأجواء الآن في فرنسا. صباح الخير يا رامي، صباح الخير على الأستاذ خالد ضيفك الكريم. خليني أقول لك أولا أن الأجواء الطقسية إذا جاز التعبير، الدنيا برد جدا، الدنيا بتمطر، ومع ذلك الناخبين بدأوا في التوجه لصناديق الاقتراع بداية من الساعة 8 الصبح بالضبط. يمكن لسه الكثافة التصويتية لسه ما بدأتش بتكبر لأنه النهاردة يوم أجازة كمان، لكن زي ما هتشوفوا ورايا وإحنا بنتكلم بعض الناخبين بدأوا يتوافدوا على صناديق الاقتراع. خليني أقول لك أنه الناخبين عددهم 47 مليون ناخب النهاردة بيتوجهوا لصناديق الاقتراع. كمان الانتخابات أمنيا مؤمنة من حوالي أكثر من 50,000 شرطي في أرجاء فرنسا. باريس فيها 7,000 فرد جيش للتأمين على أعلى مستوى، إجراءات أمنية مشددة جدا، في حالة من الترقب وحالة من التردد وحالة من القلق على مصير فرنسا، برغم أنه الناخبين في إقبال إلى حد ما على الانتخابات، لكن الناخب نفسه في بعض فئة من الناخبين عندهم حيرة، ما هماش مقتنعين ولا بلوبان ولا بماكرون، لكن شايفين أنه لازم يؤدوا التصويت من أجل فرنسا. امبارح حصل اختراق لحساب إيمانويل ماكرون أثناء فترة الصمت الانتخابي، تم اختراق حسابه، تم إدخال بعض الوثائق الغير صحيحة على حسابه. تم استغلال فترة الصمت لأنه طبعا إيمانويل ماكرون مش هيقدر يطلع يكذب الوثائق اللي دخلت على حسابه، لكن فرانسوا أولاند رئيس فرنسا الحالي ولجنة مراقبة الانتخابات طلعت بيان وقالت أنه هيتم اتخاذ إجراءات قضائية ضد أي حد ينشر أي معلومات غير صحيحة على المرشحين، وهيتم مقاضاته في فورا. الاهتمام جدا بعدم تضليل الناخب بأي وثائق. في بعض الأقاويل قيلت أنه ربما تكون روسيا وراء اختراق هذا الحساب، لكن طبعا هي أخبار غير مؤكدة. لكن خلينا نسمع آراء الناخب الفرنسي. إيه رأيك يا رامي؟ نسمع إيه التخوفات اللي عندهم، متوقعين إيه؟ طبعا أنت عارف أنه في أوروبا عموما لا يحق لك أنك تسأل أنت هتنتخب مين، لأنه بيعتبروا دي أن دي حرية شخصية. لكن خليني أخذ رأي حد أحد الناخبين من أصول أفريقية. هو لسه أدلى بصوته جاي. بونجور مسيو، كومونت أليفو؟ أسكو فوز إت أنكي سور لو سور دو لا فرانس؟ Non, vous n'êtes pas inquiet. Vous êtes confiant. Oui, je suis confiant. Qu'est-ce que vous souhaitez du nouveau président de la France? Ah, moi, je souhaite que le bonheur, que la paix, que vraiment qu'on sera heureux, que le nouveau président qui va venir, que sera la paix en France. Quelles sont vos ambitions pour la France, côté économique, côté social? Qu'est-ce que vous en tant que Français immigré, qu'est-ce que vous voulez? Là-bas, ça c'est une bonne question. Là, je ne peux pas répondre ça clairement. Comment? Je ne peux pas répondre ça clairement, mais je souhaite que la France soit la paix. Est-ce que vous êtes pour que la France reste en Union européenne ou pour que la France sorte de l'Union européenne? Non. Je préférais que la France reste l'Union européenne. Mm-hmm. C'est très important. Pourquoi c'est important? Parce que j'ai eu des choses vraiment. La France ne doit pas sortir de l'Union européenne. Parce que un grand pays comme la France, il doit rester complètement sur l'Union européenne. ميرسي مسيو. كنت بسأل هذا الناخب الفرنسي من أصول أفريقية هل هو مطمئن أولا لمصير فرنسا. قال أنا كل اطمئنان لمصير فرنسا، مش خايف من الرئيس القادم. قلت له إيه بتتمنى لفرنسا؟ قال طبعا بتمنى لها الاستقرار الاقتصادي والاستقرار السلام. سألته إذا كان هو مع خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي أو بقاء فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي، قال لا، أنا بتمنى
أن فرنسا تبقى داخل الاتحاد الأوروبي، لأنها بقاء فرنسا يعطيها دعم وقوة اقتصادية. نعم. عايز تسألني إيه يا رامي؟ قولي وأنا جاوب عليك. ربنا يخليك يا رب. لا عايز أعرف بس يعني دلوقتي مع انطلاق الجولة الثانية، كنا تابعنا في الجولة الأولى استطلاعات الرأي اللي كانت موجودة قبلها، واللي يمكن ترجمت بشكل أو بآخر إلى حد كبير جدا إلى واقع شفناه في الجولة الأولى. هل يعني استطلاعات الرأي اللي كانت موجودة الفترة الماضية قبل انطلاق الجولة الثانية، من خلال متابعتك وحديثك مع العديد من سواء محللين سياسيين أو مواطنين فرنسيين، هل تعتقد أنه استطلاعات الرأي الأخيرة اللي كانت بتصب في اتجاه ماكرون ممكن تترجم بالفعل أيضا خلال هذه الجولة؟ خليني أقول لك أنه ماكرون زاد نقطتين بعد المناظرة العنيفة اللي حصلت بينه وبين مارين لوبان، وتنطق مارين لوبان، وحصلت مناظرة عنيفة تبعها العالم كله، انتقصت كتير جدا من شعبية مارين لوبان، لأنه سلوكها الشخصي حتى والألفاظ اللي استخدمتها في المناظرة، اللغة اللي استخدمتها في المناظرة، فرنسويين كتير قالوا أنها لا تليق برئيس لفرنسا. نعم. كان في تردد قبل يعني الجولة النهاردة انه المرشح الرئاسي اليميني ميلانشون كانت حصل على 19% من الاصوات، كان في تردد الاصوات دي هتروح لمين. هل هيمتنعوا عن التصويت؟ هل بما انه يميني هيوجهوا اصواتهم لمارين لوبان؟ اخر استطلاعات الرأي بتقول ان تلت الاصوات دي هتروح لماكرون، لكن التلتين الاخرين ربما هيصوتوا بورقة بيضة أو يمتنعون عن التصويت. إذن عنصر المفاجأة لازال قائم يا رامي، برغم أن كل الاستطلاعات بتقول أنه ماكرون هو القادم الرئيس القادم لفرنسا، لكن عنصر المفاجأة لا يغيب عن هذه الانتخابات. الكل متخوف أنه تحصل المفاجأة اللي حصلت في الانتخابات الأمريكية، وبعد ما كان الكل متوقع أنه هيلاري كلينتون هي اللي هتكسب، لقينا دونالد ترامب هو اللي وصل للبيت الأبيض. طيب وأخيرا يعني صحف اليوم في فرنسا ماذا تقول؟ إيه أبرز عناوينها سواء حول موضوع الانتخابات؟ وأعتقد أنه هو ده الموضوع الرئيسي اللي في كل الصحف الفرنسية بتتكلم عنه النهاردة بطبيعة الحال، فإيه أبرز العناوين اللي ممكن تكون استوقفتك حول يعني تغطية أجواء الانتخابات والجولة الثانية؟ عايز أقولك أن الصحف الفرنسية ملتزمة إلى حد كبير بفكرة الحيادية، بفكرة احترام الصمت الانتخابي، لكن الانتقادات كلها موجهة للإعلام الأجنبي بما فيهم الإعلام العربي والإعلام الأوروبي اللي بدأ يتنبأ بمن سيكون في قصر الإليزي. الصحافة الفرنسية بتنتقد الإعلام الغربي وبتنتقد الإعلام العربي في تحليلاته وفي توقعاته، لكن الكل بيترقب في الصحافة الفرنسية، بيتابع الانتخابات، ما فيش عناوين يعني ملفتة قد ما هو من سيكون رئيس فرنسا، من سيصل إلى قصر الإليزي خلال ساعات قليلة جدا. من المتوقع أن النتيجة النهاردة تطلع الساعة 8 بالليل، لكن مش شرط أنها تطلع 8 بالضبط، ممكن 8 ونص، ممكن 9، لكن نقدر نقول أنه حملة ماكرون محضرة أجواء احتفالية. هنشوف مين اللي هيحسم هذه الجولة اللي نقدر نقول فيها نوع من أنواع التشويق جامد جدا، كأننا بنتابع واحد من أفلام الإثارة والأكشن. طيب السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، يعني كانت رقم برضو مهم جدا في الأجواء الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية، هل برضو بتلعب دور كبير في الانتخابات الفرنسية، ولا يعني الصحافة والتلفزيون وسائل الإعلام التقليدية هي اللي بتلعب دور أكبر في تغطية أجواء الانتخابات؟ لا طبعا، تواصل مواقع الاجتماع او مواقع التواصل الاجتماعي بتلعب دور مهم. البعض هنا بيشبه ماكرون بباراك اوباما، وبيشبه مارين لوبان بهيلاري كلينتون، بيقولوا ان الشعارات متقاربه، ان الحمله الانتخابيه، طريقه الدعايه في الحمله الانتخابيه متقاربه، انه حتى حمله مارين لوبان اشبه بحمله دونالد ترامب وليست هيلاري كلينتون، انه الشعارات متقاربه، طريقه الدعايه متقاربه، طريقة اللغة في المناظرات متقاربة، طريقة الاتهامات متقاربة. إذن هناك نقدر نقول نقل حسب المواطنين هنا وحسب مواقع التواصل الاجتماعي، تقليد إلى حد ما لطريقة الدعاية الانتخابية في طريقة الرئيس أو المرشح ماكرون
بيشبه بباراك اوباما ومارين لوبين تشبه بدونالد ترامب. وطبعا انت عارف انه بوتين ودونالد ترامب الى حد ما مؤيدين لمارين لوبين، اما باراك اوباما فسجل شريط فيديو اعلن فيه تأييده ودعا الشعب الفرنساوي لدعم ايمانويل ماكرون. أشكرك شكرا جزيلا الزميلة العزيزة معتزة مهابة موفد قناة دي ام سي إلى فرنسا، وبالطبع حضراتكم هتتابعوا كل تفاصيل الجولة الثانية من الانتخابات على مدار اليوم في دي ام سي من خلال زميلتنا العزيزة معتزة مهابة. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة.